خيرت هاد الرياضة خاطرش عجبتني ومالف نشوفها بزاف ناس يديروها، والحلم تاعي ان شاء الله نشرف الجزائر ونكون بطلة العالم. ان شاء الله نكون من الفريق الوطني ونكون نشرف البلاد تاعي ونوصل اعلى مستوى. هذه الرياضة كاين اللي يختارها كما نقولوا عن حب، كاين اللي عنده الشغف هذا تاع الرماية، ما كانش صيف في الدنيا هذه ما يحبش الرماية. رياضة أولمبية في الجزائر حديث نشأة حوالي من حوالي 20 سنة متواجدة في الجزائر، على مستوى ولاية الجزائر حوالي 15 سنة راهي تنشط هنا على مستوى ولاية الجزائر، معروف على الصعيد العالمي. فقط الممارسات والله إلزاميات الممارسة تاعها هي لازم مدرب لازملوش أكثر من 6 رياضي. المشكل عندنا في الرياضة هذه غير معروفة على المستوى الوطني، قلت الإمكانيات فيها، العتاد البيداغوجي تاعنا ناقص بزاف اللي لازم نستوردوه من الخارج. جميع اللي ممارس هذه الرياضة لازم له رخصة من الولاية اللي تطول بزاف باش توجد له. كل رياضيين يجوا يحبوا خاصة في الصنف الأكابر يجي يمارس الرياضة هذه، نطلبوا منه يروح للولاية باش يدير رخصة استيراد قوس وسام، راح تطول له حوالي 6 أشهر 7 أشهر ولازم نجيبوها من الخارج. هذا المشكل اللي خلى نوعا ما نسبة صغيرة راح تكون من الممارسين لأنه فيها الشروط جد معقدة. لكن في الرياضة رياضيين باش نلحقوا المستوى العالي في الديفلوبمون، وعندنا إمكانيات في الجزائر باش نقدروا نروحوا الأولمبية، نديروها ب5 ب6 رياضيين في كل دورة أولمبية. علاش؟ لأن على المستوى الإفريقي عندنا لاشونس كبيرة. المشكل اللي عندنا كبير هو في التسيير تاع العتاد.